المربوطه معاك انام. طيب انا مش قدرت لك ما تطلع من هنا الا تجابني. لكن انا ماشي هو الشغل يا اخي. انا امبارح بابك بقول في الشغل اقول لك بصراحه كده واديك من الاخر ما هو نبيح الدار اللي خليه يعمله. شوف يا طيب لو قلت لك انا بعيد بالملايات القديمه دي اكون كذبت عليك. تجيب الملايات وتجيب الخبايا. دقيقه من وين؟ يا سلام من وين؟ والرجال ده بيجيبوا من وين؟ الرجال ده كلهم بيجيبوا الستاير بيجيبوا الخبايا بيجيبوا اي حاجه. الله انا ناسي. شوف يا طيب تجيب لي توم زي توم نجاة. والله يا طيب ما تجيب لي توم زي توم نجاة العيد ده ما طب له طعم. خلاص بجتهد. ليش صرف يا طيب؟ اجتهادك انا بعرفه. في شنو تاني؟ نسوى صندوق بكره فاطرات معي. وانا ما دافع حق الصندوق. وانا الامينه. دي بتجي؟ صح ما بتجي. العيد جديده وخبيث وخبيث توب جديد يعني. انا قول لقيت القروش يعني امشي لبتاع الدكان اقول له اديني توب نجاة وصو دي يعني موضه. توب نجاة قالت لي جيب نفسي توب نجاة وانا ما هنا اقلب لك العيد اقلب لك مسيخ ولا لا. وين انا العطش اللي يقوم بقام يا اخي يا اخي والله عليك الله عليك الله انا فيني والله شت الفيني مكفيني يا اخي. لا يا اخي اخذ النسب اللي نعيش لك خبر بين يوم ايه خلاص الليل ما يوم الكوارث قولها في شنو؟ العلاوه ياد. ها؟ العلاوه ياد. خس يا نجي علاوه ياد. علاوه جاد؟ اي العلاوه جاد عبد الله؟ اي شوفوا اللبن كنت متاكد كنت يا زلمه جيتي من المكتب وبالمناسبه المدير سعد منك. المدير ده خليك منه قول لي طمني. قال لي طمني اصلا هذول المدير جاته مكالمه رد عليها وقال له هذول ودوها البيت وتاني ضرب له هذول وبشر وقال له العلاوه يعني. ليه ودى البيت؟ ده ما حق من حقوقنا المفروض يوزع فورا. انا مش هفرح. ساميه بسم الله في شنو؟ اسمعي هاي اسمعي امشي امشي صندوق عندك؟ عندي هاي عندي تمشي السوق تمشي السوق تشتري اي حاجه مش اسمي ده تمشي تشتري الحاجات العلاوه مجات. انت بتتكلم بالراحه كده مالك؟ الموضوع ده امشي امشي امشي, أمشي. ما تمشي يا اخي يا شنو؟ انا اسمع امشي هناك من جوا لك ما جبت لي السوق العلاوه جات والمدير بيشغل في السوق شغال في السوق وداير يلقى منها قرشين ثلاثة. لكن أنا علي أنا سي بجيبها منه فورا. أمشي السوق شفتي تشتري أي حاجة خبيث بالعيادة أي حاجة تجيبها. حاضر حاضر يا طيب حاضر. لا 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 أنا الموضوع ده مش أحسبه معاه في البيت. أي هو ما بيشبع يا أخي؟ ما بيشبع؟ ما يفك علينا نحن دين عندنا التزامات يا أخي. لا 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 أنت والله كان غاب وقاعدين ساكت قاعدين ساكت والله. نحن يا اخي نحن نشقى نحن ديل وحدنا ما يجينا خلاص. انا ماشي هو قربت له في البيت بديك بوريك. طيب اهلا الطيب. يا مرحبا كيف اخبارك؟ تفضل تفضل جوا. لا شكرا انا مستعجل ان شاء الله في عوجة. صحيح العلاوه جات؟ هاي العلاوه وصلت. وناوي تفكها لنا بتين؟ افك شنو؟ ما العلاوه يا سيادتك العيد كبس. طيب انت فاهم غلط. العلاوه دي نسيت جات من بورسودان. والجابه شنو؟ عندها عمليه عيون. وهسه انا اقول لنسوان الصندوق شنو؟